يوم حزين للتونسيين اللي سارعوا منذ لحظة إعلان وفاة رئيسهم الباجي قائد السبسي إلى التعبير عن حزنهم على مواقع التواصل تحت هاشتاغ السبسي وداعا اللي انتشر بسرعة. الرئاسة التونسية أعلنت في بيان اليوم وفاة الرئيس في المستشفى العسكري الساعة 10:25. قبل وفاته أثارت حالة السبسي الصحية جدل واسع في الفترة الأخيرة بعد تعرضه لأزمة صحية حادة أدخل على أثرها المستشفى مرتين بعد ظهر في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي قام خلاله بتوقيع أمر دعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ. مو بس التونسيين اللي نعوا رئيسهم وعبروا عن حزنهم بهاشتاغ السبسي وداعا، وأيضا هناك هاشتاغ آخر كان منتشر ومتداول، الباجي قايد السبسي. مغردون من كل الدول غردوا عن وفاته. خلونا نشوف بعض التعليقات.